مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، تتواصل انطلاقات هذه الاشواط، شوطنا الخامس عشر للقعدان الحجايق، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. نذهب مباشره للمسار وانطلاق هذا الشوط لناتي بالمركز الاول. من يتقدم بمقدمه الشوط؟ ياتينا الصقلاوي حمد بن مبخوت بن حمد بن يعيل المنهالي يتقدم مباشرة مع الصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني مفنود مبارك بن صالح بن خليد المنصوري. من يتقدم في هذا الانطلاق؟ بن خليد المنصوري يتقدم مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة. ثالث المراكز هناك مشاهدينا الكرام، ينطلق مباشرة وياتي سيد عامر بن صبيح الزرعي من يقدم لنا سيد محتل مع المركز الرابع. الوصول من سراب احمد بن محمد بن حمد العويسي، ومن الجانب الاخر اللي تقدم في هذه اللحظات يا سلام معزم تعود الملكية محمد بن عبد الله بن حمد العمري من يقدم لنا معزم، يتقدم مباشرة مع الصدارة. اللي وصل القفاي يتقدم القفاي ويتقدم في هذه اللحظات بيت بن سالم بالغبشي المحرمي. ومن الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام يتقدم ويغير من مركز إلى مركز. يا سلام اللي وصل في هذه اللحظات، يأتي بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق الجميل. هناك الفايز سيف بن عبد الله بن مطر الخصون الاكتبي. هكذا النتيجة، لنعوده مع المقدمة، لنعوده مع الصدارة، مع اللي عزم على الصدارة. معزم معزم هو من بدأ يعزم لناموس هذا الشوط محمد بن عبد الله بن حمد العمري. يا سلام يتقدم الجميع، ينطلق مع المركز الاول. ثاني المراكز القفاي، حذاري من القفاي وحذاري من هناك. افندي يتقدم. مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي يقدم لنا افندي مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. وعينه لناموس هذا الشوط. يا سلام معزم وفندي، معزم وفندي، افندي يتقدم. افندي هنا بدأ يسيطر، ينطلق لناموس هذا الشوط، يحمل الرقم واحد. يا سلام هو على الكادر العلوي، بدأ يشن الغارة لخط النهاية أن يهدي الراشدي هذا الناموس. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. افندي مشاهدينا الكرام، افندي 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 بالفعل مشاهدينا الكرام، اسم في عالم هذه الرياضة، اسم تاريخي. مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بدون اي منافس على الاطلاق المباشر. المركز الثاني معزم محمد بن عبد الله بن حمد العمري. المركز الثالث، ثالث المراكز الغزال. المركز الثالث الغزال حمدان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع وصل الفارس سالم بن علي بن مكتوم الينيبي. المركز الخامس وصل خامس المراكز الفايز سيف بن عبد الله بن مطل الخصون الاكتبي. وصل هناك مع خط نهاية تهانينا والناموس لمالك افندي مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي. لحظة وصوله إلى خط النهاية مهدي الفوز والناموس أبو عبيد في هذا الصباح، قاطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام، دقيقتين 52 ثانية. أربعا من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك أفندي مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي. المركز الثاني معزم تعود المكي محمد بن عبد الله بن حمد العمري، قطع المسافة دقيقتين 54 ثانية وفاء وتماما. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، اللي في المركز الثالث هناك اللي هو الغزال حمدان بن محمد بن سالم الوهيبي، قطع المسافة دقيقتين 55 ثانية جز واحد من الثانية. المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، الفارس سالم بن علي بن مكتوم الينيبي، قطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام دقيقتين 55 ثانية ثمان من الأجزاء. المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس، وصل في خامس المراكز الفايز سيف بن عبد الله بن مطر الخصم الاكتبي، دقيقتين 56 ثانية جز واحد من الثانية. تهانينا والناموس.